ايوب شايفين كاين وكاين نشوفوا اللي بغا يدير كان منضبط كان خلق حميده الوقت اللي بيشتغل عاوتاني بقى ديك العلاقه ديال الطفوله وديال الشباب ما انقطعش ماشي نقولوا السيد وصل واحد المستوى ما بقى بالعكس كان متواضع كان واحد الانسان اللي في المستوى وهذه سنه الحياه ديالو لا بدا واحد النهار غادي يكون فراق الفراق شبه للاسف بهذه الطريقه ولكن سنه الحياتيه هذه كنتمنوا يا رب يقبلوا مع الشهداء ومع الطيبين الله يرحمهم ويشفي الرحمات وهذا هو اللي نقدروا وصل واحد المستوى ما بقى بالعكس كان متواضع كان واحد الانسان اللي في المستوى وهذه سنه الحياتيه ديالو لا بدا واحد النهار غادي يكون فراق الفراق شبه للاسف بهذه الطريقه ولكن سنه الحياتيه هذه كنتمنوا يا رب يقبلوا مع الشهداء ومع الطيبين الله يرحمهم ويشفي الرحمات وهذا هو اللي نقدروا شكرا تحيه لكم شكرا عباد الله بالحجر تابعينه بالحجر ما غادي يجي يرتاب هو اتصل بك قبل ما ما اتصلش بيا اتصل بيا بشي يومين باش اتصل بيا وجا عندي شو قال؟ ما لقانيش سول عليا جوج في المحطة ديال الطاكسي وسول عليا جوج ما لقانيش شنو رسالة لكم كعائلة انتم اليوم؟ لا السيدة أمام الله شنو تقول لها السيدة؟ واش أنا باغي نتخلص من الدنيا غير أمام الله حنا بغينا نتخلصوا فيهم هنا وحنا مخلصين فيهم راه حنا مشي هما اصلا مشوهين وعارفين واش كيسوا وخا الحاله الصحيه ديالها هي واش نايض الحاله الصحيه راه شو حالتها كيدير ما تعطي بها حتى شربه ديال الماء بالنسبه للحياه ديالو في العمل ديالو كي كان حتى ولات مرعب كلشي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش العمل ديالو كي كان راه كان هو كان كيفاش هو غير شد وطلع كان بوليسي عادي وطلع راه يعني راه كان منضبط في المهنه ديالو نصب هذا السيد ماشي تنصبو ماديا ولا شي حاجه نصبو بالقانون ديالها هاد الناس الا طاحوا في شي مشكل وبانت عليهم شي حاجه خاصهم يتاخذوا بحقهم الاجراءات اللي هي قانونيه حنا ما كنطالبوش شي حاجه ماديه حنا بخير الحمد لله عائله حنا معروفه فهمتي عندنا رزقنا عندنا كل شيء عندنا بلادنا عندنا كل شيء فهمت لي 90 مليون اللي ماشيه شحال شحال انشات لك شحال تقريبا 90 مليون بارتنا في الدار البيضاء وشاد الورد ديالو 36 مليون ومن غير الفلوس وطوموبيلته كان عالي هي باصه وقهوه باصه بيه هو قهوه صيدتيه ايه هما راه كانوا كراتات الماضي ديالهم الماضي ديالهم راه لا ينكر راه فيهم حبس فيهم مشاكل الماضي ديالو هو كان شاكين شي عاهرات شي من ان ما ديش كيمشيو كيلتاجئوا لهادشي ديال البوليس وديال الجدرميه كيلصقوهم علاش باش يخوفوهم يرهبوهم فهميني راه شنو نقول لك انا كيرهبوهم وحتى الاداره ما كتعاونهمش حتى الاداره ما كتعاونهمش ماشي كتجي تحقق هادي بوليس يوقع لي مشكل كتصيفطو ب 10 ولا 5 حاجه البوليس ماشي الحبس وكاك ظلم من واحد وعلى ما سمعنا بانهم هما اللي استدرجوه استدرجوا عيطوا لي في التليفون هضروا معاه داو تمايا مشى عندهم واذا به لدرجه ولا كيتبلغ بانه هو راه تخطبات يعني شكون غيخطبها هي ما غيخطبها لا جدارمي لا بوليسي هو الاداره ديال السيف ديال الامن الوطني ولا ديال الدرك الملكي ولا حتى وزاره العدل القانون راه ما يسمحش باش تتزوج بين داك الشيء تتزوج سمعنا الحاج انه تضرب بالحجر ذاك النهار ضرب بالحجر في راسو كيفاش داوه اليوم للدار البيضاء علاش الطبيبه جات وما عطاتوش وصيفطوه للدار البيضاء شنو قالوا لكم اليوم في التشريح باقي ما لحد الساعه ما توصلناش بشي حاجه ديال التشريح هي الدار باش مع حدا البرطمه حدا دارهم اللي باش هزوا عليه الحجر وكيشيلوا عليه بالحجر يلا شرا الختها ريحه ب 68000 68000 اللي شرا بها ريحه لختها حنا حاضرين الا هادشي جا عاودينا قالنا ريحه ختها لختها ب 68000 ما كانش خاطر سيد ماشي الخاطر سيد تعواله سيد السحور ساهله لي وحده في شارع المسيره كانت كتجي عندنا حنا كنريحوا في قهوه كنشوفوها بالطوموبيل ديالو كدوز من الشارع كدوز من امام مخزن السلطه كيشوفوا الطوموبيل ديالها سايقه كيعطيها بال 100000 يلا شد مؤخرا 36 مليون باع الدار انا جيت ستاسيون بومبا شد 36 مليون عطاها ليها عاود كانت مشات مع طنجه شرا لها تليفون ب 2 مليون انا جاي عندي قال لي والله غنمشي نحيد لها التليفون ديالي
بغا غير تليفون وكان غير يحيد لها تليفون بجوج مليون باش شراها ليها. قال لي خليني نمشي نحيد لها بالليل، قال لي نمشي ناخذ تليفوني. هذا النهار وقعت الواقعه. قبل منها الجمعه، ربما الجمعه قال لي خصني نحيد تليفوني. ملي كيمشي عندهم كيجروا عليه، يوميا كيمشي كيجروا عليه ولا كتدرج عليه، كيخرجوا ليه في الوجيه هما والاخت ديالها. ولكن علاش وقع هذا الشيء؟ ايوا هذا الشيء علاش وقع؟ الانسان كان هو كانت عندهم علاقه من اللي خطبها، من الوقت اللي خطبها ملي شافوا السيد ما بقاش عنده مؤخرا بداو كيتلاعبوا عليه ولاو يدرقوا عليه. كنطلبوا واحد الكلمة الأخيرة، كنطلبوا من السيد الحموشي هذاك الإنسان عبد العزيز الهيبة كولده ياخذ لينا الحق ديالنا. الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. هادشي اللي كنطالبوا، اعتبروا كولده سيد الحموشي.